وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من السودان يسأل، يقول: ما هو الحكم في من يقول أنه لا يذبح بيده لأن زوجته حامل؟ نقول إن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن الطيرة شرك وحرام. قال صلى الله عليه وسلم عند البزار وغيره وفي السلسلة الصحيحة: ليس منا من تكهن ولا تكه أو تكهن لهم، وليس منا من تطير أو تطير لهم، وليس منا من سحر أو سحر لهم. ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، فهذا كما قال الطحاوي وغيره ضابط أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. ومن المقرر شرعا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. وقال الله عز وجل ذما في هؤلاء: قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ففعله هذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. وإن الذبح لم ينه الشرع عنه إذا كانت المرأة حاملا، أو كانت المرأة نفساء، أو كانت المرأة حائضة. والقاعدة تقول أن الحرام هو ما حرمه الشارع، والحلال هو ما حلله الشارع. ومن تأول وتقول على الله في حلال وحرام لم يكتبه الباري عز وجل، فيعتبر أنه تقول على الله بغير علم وكذب. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. فيجب على هذا التوبة النصوحة إلى الله عز وجل، ويجب عليه أن يذبح ولا حرج في ذلك. قال الله عز وجل: قل من حا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فقلنا نقول له: يا أخي اذبح وتقرب بذبيحتك إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعلمنا ديننا وأن يبعد عنا الشرك والضر وأن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.